سياسة اف ام، سياسة اف ام، فضاء للحوار السياسي الحر. إذا نعود لمواصلة المشوار في سياسة اف ام، ونذكر أن محور الحديث حديثنا في الجزء الأول من هذه الحصة نتحدث عن قرار بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الدخول في إضراب جوع، وعلى رأسهم السيد محمد إبراهيمي اللي هو عضو بالمجلس وأيضا رئيس حركة الشعب. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بك. الله يخليك. سادة المستمعين في جابس العزيزة. مشكور. أنت في إضراب جوع الآن ثلاث أيام هكا؟ أربع أيام. لاباس صحة؟ لا لاباس الحمد لله. ما زلنا نقاوم 40 يوم أخرى. ربي يعطيكم الصحة والقوة. طيب قبل ما ندخل في بعض الأسئلة لنوضح ربما البعض ما زالوا ما يعرفوش بعض التفاصيل، لماذا قررتم الدخول في إضراب جوع؟ الخلفية. والله قررنا الدخول في إضراب جوع لأنه ما يجيناش حتى وسيلة أخرى نجم نعبروا بها على معناها احتجاجنا وعلى سخطنا وعلى تضمننا مع أهالينا في سيدي بوزيد، والحقيقة مش سيدي بوزيد بركة، هي في تونس الكل، ولكن الحادثة اللي حصلت في منزل بوزيان في منطقة العمران يعني كانت بمثابة القطرة التي أفارت الكأس. ما يجيناش طريقة أخرى يعني توسلنا السيد الوالي. نذكروا لو سمحت سي محمد، ذكروا ما الذي حصل بالضبط في منزل بوزيان و في خلاكم تقوموا بالتحرك هذا؟ هاو نحكي لك بكل يعني سرعة، هي قصة تطول ولكن نحاول نختزلها بيجاز. بسرعة شديدة بإيجاز. اللي حصل في منزل بوزيان، هذه منطقة فقيرة وبائسة، يعني يمكن من أفقر مناطق تونس. أهلها معروفين بنضالهم الوطني، عقبهم بورقيبة بحكم بفعل موقفهم منه لأن منحازوا للحركة اليوسفية. الأهالي هذم كانوا من الفاعلين جدا في أحداث الثورة، وأول شهيد سقط منهم هما، أول شهيد في الثورة العماري سقط من المنطقة هذه، وأكثر الجرحى أكثر من 40 جريح من المنطقة هذه من منطقة العمران، وعشرة تقريبا أو 12 من منطقة أخرى منطقة بوزيان، كل حوالي 50 واحد. هذا ما شافوا شيء من الثورة، ما شافوا شيء من التنمية رغم الوعود الكثيرة. حاولوا يتصلوا بالسلطة المحلية ما فادش، حاولوا يتصلوا بالوالي ما فادش، فاضطروا للاحتجاج واحتجوا بشكل سلمي وحضاري جدا، بنوا خيمة على قارعة الطريق ومنعوا عملوا ألم يقوموا بقطع الطريق؟ لا هاني تفسر لك كيف قطع الطريق. لا خطر ثم تشويه تشويه هنا يجب أن نفسروه. قاموا بنوا خيمة على قارعة الطريق وعملوا معناها حاجة عطلوا بها الطريق. ليش؟ باش السواق يخفضوا من السرعة، يعطوهم بيانات يعطوهم بيان فهمني معناها فيه مطالبهم فهمني، وقعدوا يستنوا أكثر من 3 أسابيع على هذه الحالة. السيد الوالي معناها اعتبروا كأن العملية ما تعنيش أصل، فاضطروا إلى خطوة ثانية وهي منع السيارات الإدارية من المرور فهمني، السيارات السيفيل معناها العادية تمر عادي ما عندها حتى مشكلة، بعد لا يعطوهم بيان يشدوا السيارات الإدارية فهمني. كيف السيد الوالي معناها ما عبرهمش، وكان طلبهم الوحيد يحبوا لجنة منهم تمشي للوالي يتحدث معهم واللي يبعث لهم شكون مسؤول باش يعرف شنو مشاكلهم، ولكن للأسف الشديد هذا كل ما حصلش، فاضطروا إلى تعطيل فهمني لي ساعات طويلة وأحيانا لليلة وأحيانا اليوم كامل كل حركة المرور فهمني، يحطلوها نهار ويسيبوا نهار ويسيبوا فهمني. وكنا ساعات حابين ندخلوا نحن كأعضاء مجلس وطني التأسيسي باش نحاولوا يعني عرفنا الوضعية باش تصعد، باش نحاولوا نفرجوا على الناس المحتجزين ونحاولوا نحلوا المشكل، ولكن السيد الوالي عرفنا اللي احنا جايين باش نحلوا المشكلة سلميا، يأمر قوات البوليس وقال أنا قلت بنفسي فهمني هجوم عليهم عند الفجر فهمني 5:30 متاع الصباح، يعني قرية معناها تتصور معناها دقدقهم بالضرب وبناها وهانهم قدام نساهم وهان النساء قدام رجالها فهمني، وروع الأطفال طبعا الناس يصير لهم هذا الكل شنو يعملوا، مش يعاودوا يحتجوا، احتجوا بشكل أعنف فهمني. في الاحتجاج الثاني صار قطع الطريق وصارت المشكلة متاع الاربيتر هذاك وكل قليل احتجاز على اي ردا على معناها التجاهل اولا البؤس والتجاهل والعنف فانت قطعوا الطريق
والناس الناس يصير لهم هذا شنو تنتظروا منهم؟ شنو تنتظروا منهم؟ لكن سي محمد لسال أن يسأل الحقيقة، احنا منذ الثورة كثرت مثل هذه التحركات، وفي وقت ما حتى أصبحت تثير غضب واحتجاج حتى المواطن البسيط. يقول من حقك أن تغضب، من حقك أن تحتج، لكن ليس من حقك أن تعطل مصالح الناس، أن تقطع طرقات، أن تسيء لمؤسسات عمومية. هنالك أشكال وأساليب عديدة. أنا معك تماما أنه منع تعطيل مصالح الناس هذا مرفوض 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 مرفوض، مش يحصل. ولكن يلزم نتسائلوا ليش الشيء هذاك وصل لنا، ليش وصلوا له؟ منطق التجاهل ومنطق اللامبالاة ومنطق الحجرة اللي تعمل فيه السلطة ضد المحتجين هو اللي وصل الوضعية لأن الناس يعطلوا مصالح الناس. شفت راه وين؟ ما نبدوش نعالجوا في النهايات ونخلوا البدايات. اللي يحب يعالج المشكلة يعالج البدايات. لكن البدايات سمحني سي محمد حتى نتحاوروا. نعم. لكن ما تراش ان البدايات عميقة ويعني جذورها في عقود من ربما العهد البرجيبي العادة. فالامر يتطلب وقت، الامر يتطلب مجهود كبير. لا نحمل الامر يتطلب وقت، ولكن المعالجة تبدا حتى بالكلمة الطيبة، تبدا بالصراحة. يعني يقولوا انا ما عندي ما نعطيك، انا رو ما عندي ما نعمل لك. انا رو هذا اللي عندي نجم نعطيه لك تو. يعني ترى ان اسلوب السلطات الجهويه كان في فظاظه، كان في قسوه مبالغ فيها جدا. لا جدا. السيد الوالي هذا معناها اولا هو واشي مش والي، هذا السيد واشي ما هوش والي. يلقط كان في الحساويف على الناس، ويلقط في الاخبار، وواكل الاساليب نتاع التجمع مانيش عارف انت عانيتي منها ولا ما عانيتيش. هذا يولي يمارس اكلف منها، اكلف من اساليب التجمع القديمه، وتقريبا راهو بنفس الادوات، نفس الادوات اللي كان يمارس بها بن علي قبل استعملها. فهمني، ما ثماش استجابه منه اصلا، وما ثماش تعاون بينه وبين الناس. ومسكر الباب على المجتمع المدني ويعمل في الانتقاء، هذا يجي وهذا بيجي. انا عضو مجلس وطني تاسيسي. اتصلتم به مباشره؟ حاولتم اتصلنا الحوار. به وحاولنا معاه وترجينا. ماذا كان رده؟ يعني شنو؟ انا وصلت مره في لقاء مع الصحفيين في مكتبه في الولايه. قلت له نشفع فيك رسول الله، ما عادش تضرب الناس. ما عادش تضرب الناس وتو نحلوا لك المشاكل يا اخوي، وكذا عندك مشكله قلت نحلوها لك. ما عادش تضرب الناس. شنو كان جوابه؟ قال لي باهي ما عادش تضرب الناس، واذا بيها هاك ونشوفوا شنو اللي صار. هاك نشوف اللي صار. فهمني، اكثر من 25 واحد معتقل. معناها وضرب. وقع الافراج عن بعضهم حسب معلوماتنا؟ نعم. البعض منهم وقع الافراج عنهم حسب معلومات. وقع على فراج هما لانهم تشدوا على مجموعتين، مجموعه نهار 28 معناها في الهجوم الاول شدوا 12 واحد فهمني، عدوهم على المحكمه فحلوهم كلهم يعني اودعوهم كل السجن. والفوج الثاني، المجموعه الثانيه اللي تم القاء القبض عليهم يوم الخميس اليوم الثاني احيلوا على المحكمه. فحال وكيل الجمهورية لحاكم التحقيق أفرج منهم على 10، ومازالوا منهم 2، مازالوا حاليا 12 واحد معناها موقوفين. وهذا بخلاف بطاقات التفتيش اللي عملها السيد الوالي في العديد من المواطنين. تصور بالله واحد مرماجي، هو الحقيقة بطاقة التفتيش لا تصدر عن الوالي، مش كونوا واضحين. خليني نقول لك وربي يسمحيني في المسألة دي. تصوري واحد مرماجي يخدم في المرمى، يعني هذاك مورد رزقه الوحيد، على خاطر احتج في اكتوبر اللي فات. في اكتوبر اللي فات احتج، فهمني، احتجاج كل الناس قاعد تعمل مظاهرات، عمل فيه بطاقه تفتيش. يقعد من اكتوبر اللي فات لاكتوبر هذا عام كامل ما يخرجش من منطقته. فهمني، كان يخرج وهو مهدد باش يلقى عليه القبض. امس واحد شدوه في نابل، هرب معناها تسلل مش هيخدم في المرمى في نابل. فهمني، شدوه الشرطه، فهمني، رجعوه للمحكمه على خاطر مفتش عنه. ليش هذا مفتش عنه؟ لانه شارك في مظاهره وشافوه مشارك في مظاهره. فهمني، تصوروا هالناس هذوما شنو يعملوا؟ يعني اما ندفعوهم دفعا نحو الجريمه، واما ندفعوهم دفعا نحو السلفيه. طيب، فهمني، اذا كان هذا المخطط، فهمني، يستهدف دفع شبابنا ودفع رجالنا باش يولوا مجرمه، فهمني. هل ترى فيه مخطط؟ نعم، يعني تشوف اللي فما مخطط؟ يعني وقت اللي تجي انت القريه صغيرة تحط منها 60 و70 واحد في الرشارش. علاش؟ على خاطر احتجوا وعلى خاطر ظاهروا في الاحتجاجات الاجتماعية والجريمة.
ربما التفسير الحقيقه حتى باش نكونوا لانه ما عندناش الطرف الاخر باش نكونوا محايدين معادلين. سامحني سي محمد سامحني باش ما تستغرقش ممكن نقطه، ربما التبرير يقول انه نحن لا نتتبع من تظاهر سلميا وانما نتتبع من قام بعمليه تخريب، من قام لعمليه نهب، من قطع الطريق، لانه في وقت من الاوقات اتهمنا الداخليه واتهمنا الحكومه بالتراخي وانها لا تطبق القانون وان هيبه الدوله اهتزت، هذاك علاش الناس ولات تستسهل الاعتصام والسلسلة. وعندما تستعمل الدولة ما يسمى بالعنف المشروع وتستعمل سلطتها وتعيب تعيد الهيبة للدولة نتهمها بالعنف. يعني المشكلة هي أنه مسك العصام الوسط ربما ليس بالأمر السهل، فقط حتى باش ما نكونوش كأننا ماشيين في اتجاه واحد. الآن سي محمد أنتم أعضاء مجلس الوطني التأسيسي، السلطة التشريعية الأولى في البلاد، والحقيقة دخولكم في إضراب جوع أثار عديد ردود الأفعال والتعليقات، من ضمن مثلا أهم ما قيل في هذا الإطار والحقيقة استوقفني تصريح الأستاذ قانون الدستوري السيد قيس سعيد. الحقيقة كنت نحب يكون معنا لكن هو حاليا في طريقه لمنزل بوزيان للتضامن مع المواطنين والأهالي هناك، والحقيقة اعتذر لأنه ما يتعذر عليه يكون معنا بالهاتف. يقول النائب باعتباره صاحب السلطة الأصلية والمتحكم فيها لا يضرب عن الطعام إعلانا عن عجزه أو احتجاجه بل يستقيل. تعليقك في قيس سعيد. في قيس سعيد كان عليه أن يقول هذا الكلام قبل هذا اليوم. النائب معناها يوصل يضرب عن الطعام، معناها استنفذتم كل الطرق. كان عندي طريقة أخرى أني عملتها، ما عادش عندي. كيف وأنتم أصحاب السلطة؟ اسمحني لا سلطة لا شوف. هذه كذبة كبيرة، خلينا نزيد نوضحها للمستمعين. تفضل. المجلس الوطني التأسيسي لا سلطة له. المجلس الوطني التأسيسي هو رهينة للسلطة التنفيذية، والنواب هم رهائن عند السلطة التنفيذية، وأنا الآن أعلن وأقول أننا رهائن عند السلطة التنفيذية، لا سلطة لنا. كلام فاضي، ما فماش سلطة. هذا كلام خطير جدا سي محمد. لا هذا كلام الصح، هذا كلام زيد وضح لنا كيف أنتم مرتهنون للسلطة التنفيذية؟ نعم نحن مرتهنون، ما يتعداش أي قرار وما يتعداش أي قانون وما يتعداش أي موقف إلا ما توافق عليه الحكومة. مستحيل، فهمني، نحن رهائن عند الحكومة. ألستم أنتم من تراقبون الحكومة وتقيمون أدائها؟ لا مراقبة ولا هم يحزنون، لا مراقبة ولا هم يحزنون، فهمني، لا مراقبة ولا هم يحزنون. وعملية وموقف الاستقالة ما هوش بعيد، ولكن نحن ما نحبوش نشعلوا النار، نحن نحبوا نطفوا النار. تعتمدوا التدرج يعني. أيوة نحبوا نطفوا النار، فهمني، لأنه إذا كان نواب قنستقيلوا تو نعملوا كونفرنس انترناسيونال وتو نقولوا هاو علاش استقلنا وعلى الباغي تدور الدوائر. أما نحن رانا ما نحبوش نوصلوا هالوضعية هذه، ماشيين بالتدرج، فهمني، ماشيين بالتدرج وماشيين بالسلم، ونحن نحبوا نبينوا انه ثم اسلوب اخر غير اسلوب العنف وغير اسلوب لي الذراع ينجموا يحلوا به المشاكل. رانا بالسلم ينجموا يحلوا المشاكل. طيب اتصلتم بالحكومه، حاولتم التحاور معها، توضيح الرؤى، اقتراح بدائل؟ لا، احنا اليوم عندنا 4 ايام معتصمين، الحكومه ما اتصلتش بينا. عندنا 4 ايام معتصمين في بهو المجلس، السيد رئيس المجلس الوطني التاسيسي والمكتب بتاعه ما اتصلش بينا، ويعني وما عتبش الجهه اللي نحن فيها، ونحن في نفس المبنى. يعني لا حياه لمن تنادي من ناحيه رئاسه المجلس. هذه استراتيجيه تجاهل اللي تعمل فيها الحكومه وشركائها، استراتيجيه تجاهل ولا مبولات والحجره، فهمني. ونحن رانا عملنا ثورة كرامة، ما نتحقروش، ويزي من الحجرة ويزي من التجاهل، وما عادش حتى واحد ينجم يتجاهلنا. طيب فما معلومة دولها خاصة في مواقع الاجتماعية، ولكن رئاسة المجلس في بيان كذبت، يقال انه منعتم في وقت ما من دخول لمقر المجلس. مش نحن منعنا بعض المتعاطفين معاكم، بعض حتى المضربين نفسهم، السيد احمد السافي مثلا المضرب معنا من دائره الصاقل، مشى حضر في حوار تلفزي، فهمني، فجاء راجع ما خلوش يدخل، وكانوا يعني مجموعه من النواب كيف من نواب العريضه الشعبيه متواجدين يعني. والرفض الدخول بماذا برر؟ برر بتعليمات من المجلس، لكن المجلس اصدر بيان ينفي ذلك تماما. هذاك كعهدهم دائما يعملون العمل ويتنصرون من المسؤوليه. كعهد دائما المسؤولين
يعملوا العملة ويتخصصوا من المسؤولية. طيب فهمني كعاديهم دائما. الأمن ما ينجمش يقرر وحده. البواب اللي شاد البيت ما ينجمش يقرر وحده، يعني واخذ تعليمات. شكون واخذ التعليمات؟ السلطة الأعلى هنا هي المجلس الوطني التأسيسي، يعني هو سي رئيس المجلس. إذا كان هو ما أعطاش التعليمات شكون أعطاها مالا؟ طيب هذا النائب الذي منع من الدخول كيف تمكن فيما بعد من الدخول؟ تمكن على خاطر ثم كانوا نواب لحركة النهضة عاملين اجتماع، فهمني، في كتلة عاملين اجتماع، يجوا خارجين تحل الباب دخل بالقوة عليه. فهمني هذا كيفاش تمكن؟ للأسف الشديد معناه مهزلة، مهزلة أنه نائب معناه يقعد يتعامل بهالشكل هذا. أنا سلطة وأنا تأسيسية وأنا سلطة أصلية ولهم يحزنون، شنو السلطة هذه؟ يعني الحقيقة ما تقوله في شيء من الخطورة، لأن المجلس التأسيسي الذي من أجله انتخبنا هو يعرف الشعب، هذه الحقيقة لازم يعرف الشعب ويعلق على نعلق عليه أمل كبيرة، يعني أنه أصبح فاقد للسلطة تماما وهو صاحب لا يعني هذه حقيقة. وكان حبيت أنا نزيد نعطيك توا النائب أحمد الخصخوصي. تفضل تكمل معه. تفضل أهلا سي أحمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك في سياسة فهم. أكيد أنت كنت تستمع لسي محمد إبراهيم، والحقيقة ما يقوله كلام ملفت الانتباه وكلام خطير ويستدعي التوقف. أن أقول أنه هذا المجلس الذي انتخبناه وانتخبه الشعب وانتخابات ستبقى في التاريخ ونعلق عليه أمال كبيرة ونعتبره السلطة الشرعية الأولى في البلاد، أن نوابه أعضاؤه يقولون أنه لا حول لهم ولا قوة، أنه لا سلطة لهذا المجلس، أن كل السلطات بيد السلطة التنفيذية. أنت مع نفس الرأي؟ شنو توضيح؟ نعطيك تفصيل. تفضل. من أول جلسة أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي اختطف المجلس من قبل ثلاثة أطراف، وبعد شيئا فشيئا معناها ولا طرف واحد اللي هو بالإمكان لو كان ثم حكمة، لو كان ثم تبصر ومنطق سياسي ولغة سياسية ومهجة سياسية من الأول، المجلس الوطني التأسيسي يتفرغ لصياغة الدستور. كان بالإمكان نخلي الحكومة القديمة، كان بالإمكان تشكيل حكومة تكنوقراط، كان بالإمكان تشكيل حكومة كفاءات وطنية، كان بالإمكان تشكيل حكومة تضم كل الأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي وغير المجلس التأسيسي، وهم يقاربوا 20. وقع نوع من التقاسم ثلاثي الأطراف، وبعد ذلك هذا التقاسم آل إلى قسمة واحدة، وهالمحاصة هذه هي أصل الداء. ومن وقتها منذ ذلك الوقت ونبهنا لهذا راه، والمداخلات شاهد على ذلك، والمجلس الوطني التأسيسي بعد أن كان سلطة أصلية شرعية منتخبة من الشعب أصبح مجرد زائدة دودية وتابع للسلطة التنفيذية. والمشاكل متاع تونس والدنيا كلها تقلبت وتعقدت وتسمت الأجواء من تلك الخطيئة البدائية، وهو من ذلك الخطأ. خاطر عند الناس وعند الرأي العام تحب ولا ما تحبش ثم محاصصة، مش المهم في نيتك ولا مش في نيتك، المهم المحاصصة. ونزيدك حاجة أخرى أقوى من هذه، معناها كون المحاصصة هذه غير طبيعية، إنما يبدو لي أن ثم إيرادات خارجية هي اللي جمعتهم على هذا التقاسم وهذه المحاصصة. وهنا نقرع جرس الخطر أنه راه سيادة البلاد مهددة. خلي منا نحن رانا ولينا ديكور. لكن سمحني سي أحمد، يعني خليني نكمل. نحن في طريق الديكور، نحن في طريق الواجهة السورية، نحن في طريق الكومبارس، وهذه حاجة ما خدمناهاش نحن حتى في عهد زين العابدين بن علي، وماناش مستعدين مش نخدمه. ومثل ما أكد الأخ محمد إبراهيمي، نحن مستعدين انتم مستعدين للتصعيد، يعني ممكن توصل الامر للاستقاله؟ لا تصعيد ولا حتى شيء، التصعيد هو اللي قاعد يمشي. لا التصعيد في اساليب احتجاجكم، نقصد انه اذا لم يجدي شوف نقول لك بصراحه، بالنسبه لي ونتكلم باسم سي محمد ابراهيم كذلك، نحن مستعدين للشهاده، وارواحنا مش خير من روح محمد بو عزيز الله يرحمه، ومش خير من روح محمد بشير العماري الله يرحمه، الله يرحمه جميعا. استنى ونزيد حاجة أخرى، مشي من روح خالي الشهيد بالقاسم، ومشي من خير من روح جدي الشهيد عمر، ومشي خير من روح الشهداء. سي أحمد خليني نقول لك لا نحن أبسط ما ثم هو أنه إذا كانت تتواصل الأمور بهذا الشكل والناس ما تفيقش على رواحها، وكل يتحمل واحد كل واحد مسؤوليته،
نحن مش نستقيلوا ونفسروا علاش ونعقد ندوة صحفية على رؤوس الملا وعلى رؤوس الأشهاد ونبينوا علاش. طيب. طيب سي أحمد فما شكون ينتقدكم أنتم بعض حتى الأعضاء الآخرين أنه وحتى هذا الخطاب كأنه يعتبره البعض خطاب سياسوي كأنكم تستغلون هذه التحركات الاحتجاجية الاجتماعية للظهور على الواجهة السياسية للقيام ربما بحملات انتخابية استباقية كأنه المسألة مش تضامنا بقدر ما هي لأهداف سياسية. شوف الناس اللي انتخبونا واللي يعرفونا اللي ما يعرفوناش ما ندروش عليه، اما اللي يعرفونا يعرفوا ان على حقيقه ويعرفوا ان الوطن في الميزان ويعرفوا ان تونس مهدده في استقلالها وفي سيادتها الوطنيه وفي قرارها المستقل ومهدده في انسجامها الاجتماعي ومهدده في تمسكها الاجتماعي ومهدده في لحمتها الوطنيه. وهالمشاكل اللي يعملوا فيها العنف متاع 9 أفريل أمس وغير 9 أفريل قبل وغدوة ومش تتواصل هي من أجل لفت النظر وصرف النظر عن المشاكل الحقيقية. وراو المسألة متعدية الإطار متاع تونس، دو تونس يحبوا يفتنوها ويحبوا يدخلها في مأزق وفي حرب وفي افتتان وفي تقاسم وفي تشادد ودافع باش أكل مسائل متاع التنمية اللي هي أصلية واللي هم يحتاجوا من أجل الناس ننسوه. نحن مشكلتنا يلبوا رغبات الناس، نحبوا الشغل، نحبوا العدالة الاجتماعية، نحبوا التوازن الجهوي، نحبوا التنمية. يا سيدي يعملوا هالأمر هذا وما هما لكن الأمور هذه ما تراش أنها تستغرق وقت، تستغرق مجهود، برامج طويلة المدى، أنه ربما بدأت الحكومة فعلا في بعض هذه البرامج. لا لا, لا لم لا. تبدأ في شيء. الحكومة عندها 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 مخططاتها الأخرى، لم تبدأ. بدأت شنية المخططات الأخرى؟ لو توضح. المخططات الأخرى هي التقسيم وهي التفتيت وهي باش الناس ما تلهاش المشاكل الاصليه. نحن عجزنا باش نعمل دستور. نجم نقول لك الدستور جاهز تو بعد كلمه ولا كلمتين جاهز. ونحن في اللجنه نتاع القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري الدستور حاضر من جوان اللي فات. اي ما مش نلعبوا نحن، راهي مساله لا سياسي. لا تقول لي انت على الانتخابات، هي مش توقع انتخابات. من المفروض الان بانه مش توقع انتخابات. وبعد هذا نحن لا واحد من الناس صححت من جملة 11 حزب على أنه 23 أكتوبر هذا ينتهي من الملف. وينه هكذا الالتزام الأخلاقي؟ وينه هكذا الالتزام السياسي؟ وينه هكذا الالتزام المبدئي؟ ما عدا المعذور الوحيد هو حزب المؤتمر وعلى رأسه الدكتور منصف المرزوقي، هذاك ما صححش، هذاك غير محجوز، البقية كل محجوز. أش تعملوا؟ استحليتم الكراسي؟ لكن معناها عفوا سي أحمد، صحيح ربما الالتزام الأخلاقي يقول أنه 23 أكتوبر 2012 تنتهي مدة السنة والمفروض، لكن إذا 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 ما زال للمجلس ما يقوم به وزال، هل نترك البلاد في فراغ فقط لمجرد حتى شيء؟ كل شيء جاهز يا ديك ربي. علاش أعطيك سؤالين برك، علاش الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي علاش ما حضرتش؟ نحن نسألكم كما يقولوا الفرنساويين أو كالاند جريك، على خاطر ما يحبوش استقلال القضاء. علاش الهيئة نتاع الانتخابات اللي يلزمها باش تتعمل الانتخابات بين 8 شهور وعام، علاش ما تعملتش؟ يجاوبني. هل نتاع السياسة والسياسوية وكذا إلى آخره. نحن منطلقنا وطني ونحن نحب تونس تخرج من هذا المأزق. وإذا كان ما تحملوش مسؤوليتنا، نحن مش تحملوا مسؤوليتنا على قدر ما نحن مسؤولون عنه. وما نحبوش دور الديكور، وما نحبوش الناس تلعب علينا، وما نحبوش يعملوا على الشعب. وبهذه المناسبة النادي الشعب التونسي إلى أن يتيقظ ويتنبه ويتحمل مسؤوليته. ما حك جلدك غير ظفرك، ما يفك عليك حتى حد يا شعب. يعني شنو المطلوب بالضبط من الشعب؟ شكون واضحين؟ الشعب أنه يعبر على إرادته بطريقة سياسية وسلمية وسليمة، وهذيك هي توصل. وما يعطيش الفرصة للناس اللي يحبوا العنف ويحبوا يتسبوا باش يعملوا العنف باش الناس تتقاتل فيما بينها، باش اللحمة الوطنية مزقوها، وباش تونس تولي منطلق باش يهاجموا الجزائر. ها نقول لك معناها باش يهاجموا الجزائر وباش خاطر فيها حكم وطني، فيها حكم وطني ما يساعدهمش، القوى الشريرة ما يساعدهاش. يحبوا تونس تولي منطلق للانتقام من الجزائر، ويحبوا تونس تكون شوكة في خاصرة الجزائر، ويحبوا مال على المستوى الإقليمي يقسموا الوطن العربي إلى كيانات هزيلة طائفية تتعارك.
الشيعة تتعارك هي والسنة، والسنة تتعارك هي والشيعة، والعلماني يتعارك هو الإسلامي، واللايك يتعارك هو طلع شكون هو المؤمن، وهاتنا الحكايات هذه. هذه هي المتاهة اللي وصلونا لها، وما همش مستعدين باش يفيقوا ويظهر لي ثم حاجة من عدم التوازن بخلاف قلة الخبرة. قلة الخبرة السياسية هذه ثابتة في الحكومة، معناها هو واضحة وجالية ولا تحتاج إلى تدليل كما يقول الإخوان الشرقيين. إنما يظهر لي ثم مخطط آخر، ولهذا نحن ما نش مستعدين باش ننخرطوا في المخطط هذا، ما نش مستعدين باش يكونوا شهود زور. نحن ما نشهدوش بالزور في حياتنا وفي ديننا وفي تقاليدنا، شاهد الزور معروف المقال نتاعو شنو، ما نشهدوش الزور، ما نش محتاجين لا إلى منصب ولا إلى امتيازات ولا إلى معناها سلطة صغيرة وحاضرة. كان عندك سؤال أخر؟ سؤال أخير، يعني الوقتاش الإضراب هذا تتوقع، يعني محددين سقف معين ولا؟ أشوف المضرب هذا مفتوح إلى أن تتحقق المطالب، وإلا طريق الشهادة مفتوح أمامنا بحول الله. وأقل ما فيه، أقل ما فيه نعمل حركة نتاع ندوة صحفية ونعلن فيها على استقالتنا من هذا المجلس لأن السلام. طيب قديش عددكم حاليا بالضبط؟ كم من نائب مضرب عن جوع؟ أنتم في الأول بديتوا زوز وبعد انضموا لكم أربعة؟ لا حاليا قديش واحد أنتم؟ حاليا أربعة. أربعة بالضبط، اللي هما سي محمد إبراهيم، محمد إبراهيمي، أحمد خصخوصي، وحطاب بركاتي، وأحمد السافي، وريم السيري. يا الغالب الغالب انا تخليت على زملائي مكرها الاطباء وزملائي اجبروني سلام، اجبروني على عدم المواصله، وعلى كل حال انا مازلت متضامن معاهم، وان شاء الله العشيه كان سهل ربي ونتقابلوا مع الرئيس واضح جدا. اذا السيد سؤال اخر تفضل. لمشكور جدا سيد احمد الخصخوصي وايضا سيد محمد ابراهيمي من حركه الشعب. محمد ابراهيمي يحب ربما تفضل يتفضل مسيرش المجال. تفضل سي محمد. هذا وقتاش يتذاع ان شاء الله؟ لا نحن مع على المباشر، على المباشر، على المباشر في راديو زيس اف ام جيفز. الله يخليك سي محمد. الو، انا نحب نحييك ونحيي من خلالك الساده المستمعين. الله يخليك، ونحب الله يبارك فيكم. راهي ثم برشا مغالطات تتساهموا كاعلاميين شرفاء. الحقيقه بالله سي محمد، حتى شكون واضحين، انتم مثلا تقول فما مغالطات من الاعلام وكانه فما تشويه. لا 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 لحظه، لا لحظه، لا غير بركه مش لا لا خليني نكمل تتفهم. نحن الان مثلا زميلتي في الجانب التقني تعلمني انه فما بعض المواطنين اتصلوا ويقولون اين الراي الاخر، علاش جايبين جانب واحد من الصور تحدث. اولا الحقيقه تعذر علينا انه يكون معنا احد يتحدث باسم الحكومه، لانه كل واحد تعذر بعذر. ثاني حاجة، نحن نحاول من خلال أسئلتنا أن نسأل الأسئلة اللي ممكن تخطر في بال المنتقديكم أو الناس اللي ما تمشيش معكم في الرأي أو في الموقف. وفي بالي واضح أنه من خلال أسئلتي لم أكون منحازة لا لهذا ولذاك، يعني الحقيقة الإعلام دائما يتهم من هذا ونهاك، يعني حاشا وكلا. لا حاشا وكلا، ما خلناشكمش يرضى علينا يعني. لا حاشا وكلا، أنا ما فهمتكش. نحن نحاول دائما نكون على حياد ونجيبوا الأطراف الكل. واش نقترح عليك من خلالك نعمل اقتراح هذا؟ يا سيدي جيبونا السيد رئيس الوزراء على مواجهه مباشره. نحاول والله اذا كان ماذا بينا مواجهه مباشره في التلفزه فهمني، ونتحدثوا بهدوء وخليه يسمعنا الراي العام. احنا نحاول نعمل مواجهه في الاذاعه، لان التلفزه مش مسؤوليتنا ونحن اذاعه خاصه. من خلالك نتوجه ان شاء الله. هذا هو وصل نداء. اذا يمكن نقول سي محمد، اذا السيد محمد ابراهيم عضو المجلس ورئيس حركه الشعب يطلب مناظره تلفزيه مع السيد حمادي جبالي رئيس الحكومه. ايوه واضح، بلغت الرساله وسنوصلها لاصحاب القرار. سي احمد يحب يسلم عليك كلمه نهائيه. تفضل تفضل، مشكور جدا. تفضل سي احمد. بالله سامحني تفضل. الجواب راهو الاطار اللي حاطين فيه نحن ارواحنا، مش هو 23 اكتوبر يا هل ترى تنتهي شرعيه المجلس ولا ما تنتهيش. بلاش دعوه بالتجاذبات بين القطبين الموجودين. نحن بالنسبه لنا 23 اكتوبر هو تاريخ عادي او شبه عادي، وموش مش تقوم فيه القيامه، ولكن معناها مش تستمر السلطة نتاع المجلس، فهي سلطة شرعية ومنتخب من الشعب،
وهي سلطة أصلية ومش معقول ما أنا نعمله فراغ اللي ينادوا بالواحد هذا ما غير هذا هو هذه نقطة لازم تكون واضحة الحقيقة لا يكون لأنه كلامكم بكري نوعا ما فيه شيء لا واضحة من الأول بالنسبة لنا نحن ما لناش دعوة بموضوع التجاذب بين الناس يقول المجلس التأسيسي يبقى والآخرين يقولوا ما يبقاش شفت عليه وتمكنت من الأمر من سياسيين خدمهم ومن رجال قانون عالميين إنه المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة الشرعية الوحيدة وهو فوق كل السلط وله الصلاحيات الكاملة وهو سيد نفسه واللي يقول لا راهو ينطبق عليه ربما أخشى أن ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى فإن أعطوه منها رضوا وإن لم يعطوه منها إذا هم إذن واضح إذا غابت عليه كلمة إذا هم تقيد يغضبوا معناه كان أنت أعطيته من المائدة هذيك اللي اعتبرها هو مائدة فبها فهي شرعية إذا هو ما عندوش فيها نصيب وما تولاش منصب من المناصب يستغل السلطة متاعه العلمية في غير بغير وجه حق ومعناه ويشكك في الأشياء هذه بالنسبة لنا المجلس الوطني لا غبار عليه هو السلطة وراه مش معقول معناها أنه بعد هالمجهود كله وبعد الانتخابات وبعد التحضيرات أنه نوصلوا إلى حالة من الفراغ ما نشكون يتولى هذا هو هذا لأن المصلحة الوطنية المفروض فوق كل اعتبارات سياسية نحن المصلحة الوطنية تسري في عروقنا إن شاء الله وأما ناري على الناس اللي تحب مكاسب وتحب مغانم هذيك المشكلة وناري على الناس اللي يتسلطوا على أهالينا ويصوتوا في النسوين متاعهم ويسمعوا فيهم في الكلام قدام رجالتهم ويسمعوا في رجالتهم الكلام قدامهم هم وقدام بنويتهم ويشدوا المقاومين ويهينوهم والمسنين 80 91 سنة وهم يشنوا عليهم في الحملات البوليسية معناها أكثر من ما يفعلوا الكيان الصهيوني بالفلسطينيين ماهيش فيها مبالغة فيها شيء من القسوة يعني لدرجة نعم الحقيقة الصورة كأنها قاسية شوية يعني ونتحملوا فيها المسؤولية لا اللي ما يعرفش الصورة قاسية أما اللي يعرف هي أقل من أن تؤدي الحقيقة الصورة مش قاسية يليلوا الليل ويهجموا على العباد عزل 80 سنة ويضربوا فيهم واللي يجي يزور بيوز هذا كيف يضربوه والمرأة يعايروا فيها لكن المرأة هذيك الحفيانة اللي هي جابت الشهداء وجابت المقاومين وهم ما كناش نعرفوهم وجود وقبل 15 جانفي ما بلغتنا نحن سامحني في العبارة معناها ما قالوش جو ما قالوش أي كلمة لم ينبسوا ببنتي شفاه من هم بالضبط شكون أنت تقصد يعني الشدين تو الحكم لكن 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 هؤلاء نجوا لا حد مش لحظة سي أحمد لأنك ممكن مشيت بينا في لكن هؤلاء يقولوا إنه دفعوا من أعمارهم سنوات سجون سنوات تعذيب منافي إقصاء كان يعني تعرضوا لمظلمة كبيرة يعني مش تعرضوا لمظلمة كبيرة لا يشك أحد في ذلك أما باش هم شاركوا في الثورة لا ذاك شكون شارك في على كل يعني هو لا في الثورة هذه بالضبط خاطيتهم مش نتاعتهم مش نتاعتهم نحن شاركنا لكن هي ثورة جاءت لي من ثم تراكمات تاريخية وفما إرهاصات وفما مش الاستعباد هكا ولا لا أكيد حبوا التونسي حر لا جاءت لكن التونسي حر يحترم القانون لا جت باش يهجموا عليه في الليل كيفاش جت باش تكسروا لهم ضلوعهم وسنونهم جت باش يحبسوهم جت باش ما يتناولوا لهمش القضايا الجوهرية اللي هي التنمية واللي هي الشغل واللي هي العدالة الاجتماعية واللي هي التوازن الجهوي هذا اللي جت وجت باش يتقاسموا المكاسب والمغانم ما هكا ولا لا وجت باش يتصرفوا في المعتمدين والعمد ينحوهم باش يحطهم تعينهم هما وين هذا وين صار هذا هذا ما صار حتى في مكان هذا معناها سطو هذا معناها غورة بلغتنا نحن غايرين على الدنيا على كل وهذا ما يجيش وهذا ما يجيش مش على خاطر انت على خاطر انت تسجن معناها تسجن العباد باهي والنقد على المجتمع فجت راهو بعض المسؤولين نعرفوهم ومن بين الوالي تاع سيدي وزير بسبب المشكله حاقد والشرر يتطاير من عينيه وانسان غير متوازن حاقد على المجتمع ووقت اللي كما يقولوا نحن موجودين على الساحه بامكانيات متواضعه وما هربناش من برا هو ساعتها بلغة الكوارتية لقت في الديناري وبلغة الهدباء يمشي على المادة ويأكل الخبز ويلم في الفلوس ويعمل في الفيلات والله على كل على كل هذا كانت هذا موقفك هذا كلامك وانت مسؤولية التجمع اي معناه ولا نتوى مدعي الانتماء وما اليه وبعد هذا الوطن اقوى من كل الاحزاب
وفوق كل الأحزاب وأجل من كل الأحزاب وأشرف من كل الأحزاب وأفقه متسع ليتسع لجميع المواطنين. حزبي مش حزبي ما يهمش، والحياد نتاع الإدارة راه مخدوم. واضح سي واضح سي أحمد، واضح جدا الرسالة وصلت والكلام واضح، وبطبيعة الحال هذا موقفك وهذا رأيك وأنت تتحمل مسؤولية كل ما قلت بطبيعة الحال. هذا هو هذا هو، شكرا لك. واضح لي واضح جدا، هذا هو الله يخليك. شكرا سي أحمد الخسخوسي وأيضا سي محمد إبراهيم عن حزب حركة الشعب. سياسة FM، سياسة FM فضاء للحوار السياسي الحر.